بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو من الفيديوهات المهمة جدا، وقاية الحمام من امراض الشتاء، او ازاي نحافظ على الحمام من امراض الشتاء. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن منتج مهم جدا 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 من المنتجات اللي احنا لازم نستخدمها بالذات في فصل الشتاء، الا وهي فيتامين سي. طبعا النهاردة جايب لكم فيتامين سي بجميع انواعه اللي موجودة عندي عشان نتكلم عنه. اي نوع متوفر عندك ممكن تستخدمه، ما تربطش نفسك بنوع معين، شوف الانواع اللي انا بتكلم عنها واستخدم اي نوع موجود عندك بنفس الطريقة. دي انواع فيتامين سي اللي موجودة عندي النهاردة: فيتامين سي نقط بشري، فيتامين سي بودر بشري، فيتامين سي روز بشري، فيتامين سي بودر بيطري. تمام كده، ده المنتج الوحيد اللي فيهم بيطري. طبعا اوفرهم، ده اوفر منتج في المنتجات دي كلها. طبعا الناس اللي جنبها عياده بيطريه هتقدر ان هي تشتريه، فده موفر بالنسبه لبقيه المنتجات دي كلها. طبعا يا جماعه الكيس ده اوفرهم لان هو وزنه 100 جرام، فطبعا ديت اكبر كميه ممكن ان احنا ناخد منها جرعات بالنسبه لبقيه الانواع اللي معانا النهارده اللي هي البشري، فطبعا دوت بيكون اوفرهم وارخصهم. تمام كده، طيب هنبدا بيه وبعد كده نتكلم على دول. تمام كده، اول حاجه خلونا نعرف ايه هي فوائد فيتامين سي وايه هي فوائده للحمام وبيعمل ايه مع الحمام. طبعا يا جماعه اول حاجه فيتامين سي مضاد للاكسده. تمام كده، بيمنع الاكسده، بيمنع مشاكل كتيره جدا في الجسم، منها مشاكل في الكبد، مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في الدماغ، مشاكل في العظام، مشاكل في الدم، مشاكل في المناعه، الكلام ده كله. فمضادات الاكسده بتمنع المشاكل دي. طبعا فيتامين سي داعم قوي جدا 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 لجهاز المناعه، يعني بيعلي اداء جهاز المناعه، فدوت كويس معانا في كل حاجه. طالما المناعه عند الحمام كويسه فانسى الامراض الفيروسيه وانسى الامراض البكتيريه، انسى جميع الامراض وجميع المشاكل اللي ممكن تظهر معاك بسبب ضعف جهاز المناعه. طبعا الامراض الفيروسيه كلها زي البرد، زي الجدري، زي الروشه، الامراض ديت كلها ممكن تيجي للحمام بسبب مثلا ضعف جهاز المناعه. فطول ما جهاز المناعه عند الحمام كويس انسى الامراض الفيروسيه. تمام كده، طيب تاني حاجه زي ما احنا عارفين فيتامين سي مهم جدا للبرد، مهم جدا 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 للبرد وللوقايه من الامراض التنفسيه اللي بتيجي للحمام. يعني لو بتستخدم فيتامين سي ان شاء الله هيكون في وقايه قويه جدا من البرد، وقليل جدا لما يجي عندك حالات برد في الحمام. طبعا لو احنا برضو بنعالج حمام عنده برد فممكن نستخدم فيتامين سي مع العلاج او بعد العلاج، فدوت بيحفز جهاز المناعه وبينشط جهاز المناعه ان هو يتغلب على المرض الموجود عند الحمام او يعالج البرد. تمام كده، طيب زي ما قلنا برضو في الامراض الفيروسيه هو كويس جدا برضو في المساعده في علاج الامراض الفيروسيه. لو حاجه يعني لو حاجه مثلا من الحمام عندها جدري، عندها روشه، عندها برد فيروسي، فاستخدام دوت مع الادويه اللي بنستخدمها برضو هيسرع في العلاج من الامراض الفيروسيه. وطبعا من اهم فوائده هي زياده امتصاص الحديد في الجسم، يعني بيخلي الحمام والطيور تستفيد من الحديد، وطبعا ما يبقاش عندها نقص في الحديد، ودوت بيسبب مشاكل كتيره. وطبعا مهم جدا في حالات الاسهالات، يعني لو عندك حمام بيسهل فده كويس جدا في وقف الاسهال، او طبعا تجنب الموت المفاجئ او الاجهاد الحراري اللي بيحصل بسبب الاسهال، او الجلطات او الجفاف اللي بيحصل بسبب الاسهال، فده ان شاء الله بيقلل من الاضرار اللي ممكن تحصل للحمام بسبب الاسهال المائي كتير. وطبعا بيزود معدل نمو الحمام وبيقلل من معدل النفوق، يعني لو في عندك مشاكل في النمو فده ان شاء الله بيحسن من نمو الحمام. طيب عايزين نعرف ازاي نستخدم فيتامينات سي اللي موجوده معانا النهارده. اولهم طبعا فيتامين سي البودر ده، ده بيجي كيس 100 جرام، سعره تقريبا من 15 ل 20 جنيه، بيجي بودر زي الدقيق كده. تمام، بناخد منه نص معلقه صغيره على كل لتر ميه، نص معلقه صغيره على كل لتر ميه. ممكن نستخدمه 3 ايام كل اسبوع، ممكن نستخدمه طول ايام البرد الشديد، ممكن نستخدمه طول ايام الحر الشديد، بس اهم حاجه ما نزودش في الكميه، وطبعا نهتم بغسيل المسق بعد استخدامه لان هو بيعمل طبقه سوداء جوه المسقه في الفخار بتاعها. تمام كده، فده لو احنا عايزين نستخدمه ان شاء الله زي ما قلنا نص معلقه صغيره على كل لتر ميه 3 ايام كل اسبوع، او طول ايام البرد الشديد، او طول ايام الحر الشديد، او طول فترات الاسهال. تاني حاجه معانا وهو الفيتامين سي، اسمه فيتا سيد جيم. تمام كده، ده اكياس بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، جواها برده بودر اهي يا جماعه، جواها بودر زي اللي موجود في الكيس التاني. ده فيتامين سي اسمه فيتا سيد جيم 500. طبعا الكيس ده بيتفضى على من اول 1 لتر ميه ل 2 لتر ميه. تمام كده، من اول 1 لتر ميه ل 2 لتر ميه الكيس ده. تمام كده، ونشرب منه الحمام برده بنفس الطريقه 3 ايام كل اسبوع، او طول ايام البرد الشديد، او طول ايام الحر الشديد، او الحمام اللي معاه اسهال لحد ما الاسهال يقف. ثالث حاجه معانا وهي الفيتا سيد جيم برده الاقراص الفواره. طبعا ده اتكلمنا عنه قبل كده، فيتا سيد جيم اقراص فواره بالشكل ده، بنكسر القرص دوت على 2 لتر ميه.
تمام كده، بنكسر القرص على 2 لتر ميه وبنستخدمه بنفس الطريقه اللي هي 3 ايام كل اسبوع، او نستخدمه مثلا طول ايام البرد الشديد او الحر الشديد او طول فترات الاسهال. طبعا دي اخر حاجه معانا وهي سي فيت نقط فيتامين سي، تمام كده، بشري، دي بتاعت اطفال. لو احنا عايزين نستخدم مباشر يبقى 5 نقط في البق، في بق كل فرد حمام 5 نقط. لو عايزين نستخدم جماعي على الميه يبقى 20 نقطه على كل لتر ميه، يعني 1 سنتي على كل لتر ميه لمده برده 3 ايام كل اسبوع، او نستخدمها مثلا زي ما قلنا في فترات البرد الشديد او الحر الشديد، او مع كورسات العلاج او مع الاسهالات الشديده. لو الحمام بيسهل ميه بتساعد معانا في العلاج وفي وقف الاسهالات، تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنشوف دلوقتي استخدام السي فيت نقط في البق مباشر لزغلول، اهو كان عنده برد. طبعا شفنا الزغلول ده في فيديو علاج البرد ودمعة العين، تمام، شفناه كان عنده برد والحمد لله تم العلاج اهو، ما شاء الله الزغلول ما بقاش فيه اي حاجة، يعني الاتنين بقوا كويسين. فطبعا هنستخدم له فيتامين سي كعلاج للبرد وكرافع مناعة ضد البرد، تمام. ادي نقطة، 2 3 4 5 نقط في بق فرد الحمام، تمام كده اهو، 5 نقط 6 نقط 7 نقط برضو مش هتفرق، تمام كده معاك لحد ايه، لحد 7 نقط تمام في بق الزغلول زي ده مفيش مشكلة، ولحد 10 نقط في بق الحمام الكبير برضو مفيش مشكلة. بسم الله ما شاء الله، كمان زغلول اهو، تمام، بيتعالج دلوقتي من البرد. بنفتح بقه كده ونديله برضو بقه، 1 2 3 4 5 تمام كده، 5 نقط في بقه ونرجعه تاني لمكانه. بسم الله ما شاء الله، زغلول النفاخ اهو سليم وبصحه كويسه ما فيهوش اي حاجه. برضو هنديله للوقايه، تمام، بسم الله، ادي 1 2 3 4 5 تمام كده، 5 نقط 6 نقط مفيش اي مشكله، تمام كده. هي يا جماعه دي اسهل حاجه للاستخدام مباشر. طبعا النوعين التانيين او التلات انواع التانيين اللي اتكلمنا عنهم استخدامهم بيكون افضل في الجماعي، يعني لو عندك مجموعه وعايز تستخدم على الميه بيكون استخدامهم افضل واسهل، تمام كده. انما طبعا بالنسبه اللي عايز يستخدم مباشر بنستخدم النقط ديت في البق مباشر من 5 نقط ل7 نقط، معاك لحد 10 نقط للحمام الكبير مفيش مشكله. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على قناه جديد. كمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه، ولو عندك اي استفسار او محتاج موضوع نتكلم فيه اكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله اجهز لك الموضوع وانزله لك على القناه في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.